ليش عليه؟ ما حد موازني عليك مسار. بعد ما أتحمل، ما أتحمل اللي دا سويها وياي مسار. صوتش منه عالم. لا صحيين واحترم نفسك. أنت احترم نفسك. أنت بضاعتي دين فضيحة. ما تقدر مسار. اليوم ساعة بالعشرة راح أشوفين الصور بالجروبات. إيش حدك؟ إيش حدك وش بدك؟ أنا اتفقت وياك لو تعطيني الفلوس لو أنزل صورك بالجروبات. والله. ما تجامعة. والله. إيه؟ وشنو رايك هسه افضحك منا الم عليك العالم؟ وانت شنو رايك اخليش تنفصلين من الجامعه من انزلهن؟ ما تقدر. أنا ما تقدر مسار بعد. انا هعلمك شلون ما اقدر. شلون يعني تتعلمني؟ شلون يعني؟ صحيح. شلون يعني؟ صوتك من عالي. اصيح ونص. صوتك. السلام عليكم. السلام. عليكم السلام. شنو هذا؟ صاير. اخويا انت شنو ابو المطعم العفو بس سؤال. لا مو بالمطعم قاعدين احنا بس شنو البنية هذا النذل المجال. لا مو زميلتك طيب المجال كذاب هذا النذل دا يهددني بصوري اخويا البنية زميلتك وكانها مرة ياخذ من عندي فلوس بس اسمح لي اخويا شو وياك شو وياك بس اعطيني مجال يهددني بصوري ودائما اجيب له فلوس وما يشبع من عندي فلوس اخويا البنية زميلتي وياي كذاب واطلبها مبلغ 1000 دولار وما جاي تعطيني اياها كذاب كذاب اخويا اذا ممكن اني بشاربك تاخذ التليفون من عنده وتمسح صوره شنو اللواقي؟ لواقي؟ شلون؟ انطي تليفونك يلا عفوا انت شنو وين تداوم؟ هسه بس تعطيني تليفونك اخوي بس خليني افهمك هسه بس اول شغله انت اول اوقف اوقف التشكيل بس اسمع لي اخوي اخذ التليفون من عنده اطلبها فلوس اخوي اسكت صور يما ويهددني بي كنت مامنه بي انه يتزوجني يابا انا طلبت الظاهر كان داخل على طمع وياي والله ابو هاي انت شنو بالمطعم اخوي نجحت وياك كان مامني يتزوجني وكنت ادز له صوري ودائما يهددني بي ويسحب من عندي فلوس ما تستحي اوقف قرار قرار ماكو بس اسمح لي انت انت عندك عرض لا بس دقيقه قرار انت عندك عرض؟ اني؟ انت عندك عرض؟ لا ما عندي تعال بس تعال هنا لا بس انت تليفون بس دقيقه لحظه بس 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 انت عندكم لو ما عندك بس اسمح لي اسمح لي انا انا عندي ام انا اول شغله طالبه وياي بالجامعه اطلبها فلوس بس بس انت حضرتك انت بالمطعم انت شنو ناصبت لي ناصبت لك كمين تعال هنا بس خلي الموبايل بس الموبايل جيب التليفون جيب التليفون جيب التليفون اخو خلي الموبايل طلع التليفون طلع التليفون اخ 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 اي انطك طلع التليفون جيبه وينك تهدد بنيه اخ 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 تجربه اجتماعيه صارت اكو اصابات اتوقع هنا انا صارت انا اسفه تفضل هنا تجربه اجتماعيه شويه نهدأ تعال نور بس شوف المسار صار بشي بس أنا آسفة على الشيء اللي صار بس إحنا كنا بتجربة اجتماعية دي نمثل هذا الواقع اللي يصير بس استوعبني شوية لا لا مو هيش لا ضروري كنا نوصل للرسالة للمشاهدين الابتزاز الإلكتروني دي صار كلش واقعيا موجود بحياتنا لا ما فكرت شوي بينا ما فكرت لا بس أنا أرد أعرف أنت يعني بعدك مصدوم فأنا أردك تهدأ أرد تهدأ أرد أسمع منك الوضع النقاش اللي صار ما بينهم اريد تطني ردة فعلك تحكي لي فشوي استوعبني مسار حاليا كل مصدوم حتى مسار مصدوم تفضل لهنا انا بس خل اخذ ردة فعلك بين ما الاستاذ لهنا يهدأ لا ما احنا قاعدين انا اذتني حشايه من يقولها ليش للساعه بالعشرة وجيبي الفلوس لا لا هذا لا حكي لو هو هل هو يقبلها على مرتي يعني لو غيره يعني انت سمعت الحوار اللي بينهم كله سمعته لا لا احنا سمعناه من البدايه بس ما ردنا نتدخل وصديق راد يقوم قلت له لا انتظر شويه شغله خاصه خصوصيه هاي بس بعدين لا من يقولها ليش من هذا العشره وتجيب لنا فلوس لا هذا مو كلام هذا وين راد يجيب لها الفلوس تجيب له الفلوس وين هو ما انا ما سمعته بالمضبوط بس هو قال لازم تجيب لي فلوس ليش للعشره وينشر قال انشر صورك اه انتوا تدخلتوا بالبدايه من اول واحد راد يقوم يتدخل بس شويه تقربوا يمي نريد نسمع الكلام راد يقوم بس قلت له لا انتظر شويه احنا ما لنا شغل احنا جايين نسولف على موضوع السياره اللي يريد يشتري وهاي فمتفقين اريد اروح نشتري سياره راد يتدخل المهم جاب عفوا من ما لنا شغل بس بعدين لا
بس ما بي صور مسار ممثل ونور ممثلين ايضا يعني ماكو اي شيء حقيقي لا اكو صور ولا اكو فلوس اعذرنا خلي نفسك انت مكاني جدا اعتذر منك خلي اشوف البوكسيات اللي ضربت طيب ردت فعلك من الحكي اجي وياه باسلوب صاحبي راد الضربه داي او يعني انا اقول له انت عندك عرض يقول لي ما عندي عرض زين هذا تحكي هذا خذ ايدك من يمه يعني انت اليوم الدنيا كما تدين تدان يوم لك يوم عليك بس يعني حقيقه الشيء اللي سواه يعني حقك قفل 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 على التليفون لا مسار مسامحكم مسار الحمد لله وشكري هاي رساله طبعا هاي الحاله موجوده موجوده بالمجتمع دائما الشباب يهددون البنات بالصور مالتهم وهاي بس الحمد لله والشكر طيب اذا شكرا لكم واسف على التوتر اللي صار ما بينكم وراها للمستشفى شكرا لكم تقدرون تاخذون راحتكم